استمراراً لما يبذله حزب حماة الوطن من جهود لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، أقامت أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين النوعية بفندق الماسة مؤتمراً جماهيرياً لإعلان دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي، وتم خلاله استعراض إنجازات الرئيس خلال السنوات الماضية. لما لنا من يقين كحزب حماة الوطن من أن المرحلة الجديدة هي مرحلة بناء وأهمية وجود فخامة الرئيس لاستكمال ما تم من بناء وصولا إلى الجمهورية الجديدة من ناحية. الأمر الثاني الحفاظ على الأمن القومي المصري الذي يعتبر دعامة أساسية من ناحية أخرى. يوم 10 و11 و12 نلتف كلنا حول البناء، نلتف كلنا حول الوطن. محدش يقدر يراهن على إرادة المصريين، المصريين دائما دائما وأبدا في الأوقات الصعبة يلتفوا حول الوطن. موقف السيد الرئيس في قضية قطاع غزة كان أقبل دليل اللي احنا بقى اختيار سيادة الرئيس بقى ضرورة حتمية. دي رسالة للعالم كله ان مصر بالكامل متحدة، ان مصر كتلة صلبة واحدة. هو قال على فكرة هنمسك الحزام على الآخر عشان خاطر البلد تنمو، بس النهاردة احنا هننجز بقى حاجات اللي احنا كل التعب اللي احنا تعبناه هنبتدي ناخد ثماره بقى. كمل مشوارك يا ريس واحنا معاك واحمي بلدك، وبنشكرك على موقفك مع غزة وانك وقفت في الهدنة اللي اتعملت دي، انت عملت فيها مجهود كبير جدا جدا. نحن بحاجة الى ان نتحد ونتكاثف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعمه بأصواتنا وإرادتنا في هذه الانتخابات الرئاسية القادمة، فهو الأقدر والأحق بقيادة مصر في هذه المرحلة الفارقة. بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعدد من قيادات الحزب وأعضاء الأمانات المركزية ومساعديهم وعدد من البرلمانيين والفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وجه الجميع رسالتهم لجموع الشعب للاحتشاد طوال أيام التصويت في مشهد يبعث رسالة مفادها أن مصر ماضية في تحقيق إنجازات التنمية.